السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. أطلقت النسخة الرسمية والنهائية لويندوز 10 في 29 يوليو 2015 وبعد تثبيت هذا النظام على عدة حواسيب في العالم في مختلف أنحاء العالم، حيث وصل نسبة تحديث النظام إلى 19 مستخدم أو 19 كمبيوتر في الثانية الواحدة، وهي عدد كبير جدا وكبير للغاية. ولكن أحد المشاكل التي واجهت مستخدمي هذا النظام الجديد هي ضعف الإنترنت وضعف صبيب الإنترنت. فعلى سبيل المثال أنا بالأمس تعرضت إلى مشكلة ضعف الإنترنت، وكنت أعتقد أن السبب هنا في منطقة لا يوجد تغطية، الإنترنت ضعيف أو من هذا، ولم أكن أعرف أن السبب من الويندوز الذي قمت بتنصيبه وكذلك من شركة مايكروسوفت، حيث قامت بتطوير خدمة وميزة في هذا النظام الجديد اسمتها Windows Update Delivery Optimization. هذه الخدمة تعمل على استغلال صبيب الانترنت لديك لكي ترسل التحديثات وترسل النظام إلى أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي اعتبرته جيد بالنسبة لها لكي يخفف الضغط على خوادمها وعلى السيرفرات الخاصة بها حتى لا يحصل يعني ضغط عليها، وكذلك ترسل التحديثات بسرعة إلى جميع المستخدمين. ولكن الأشخاص الذين لديهم صبيب محدود هنا في كافة الدول العربية يبدو أن أو يعني يكون الإنترنت ضعيف جدا، فمن الصعب يعني هو ضعيف ويستغل من قبل ويندوز 10 لإرسال التحديثات فيصبح لا يوجد إنترنت أبدا، حيث تأتي هذه الميزة يعني مفعلة تلقائيا في كافة نسخ ويندوز 10. ويندوز 10 برو وويندوز 10 هوم تأتي هذه الميزة مفعلة تلقائية مستغلة في جميع الحواسيب في جميع أنحاء العالم، ولكن نسخة الانتربايز والإديكيشن الخاصة بالشركات الكبرى أو يعني المجالات التعليمية الجامعات والمدارس وغير ذلك تستغل هذه الميزة فقط في الشبكة المحلية، يعني إذا كان شخص آخر معك في نفس هذه الشركة أو في نفس المدرسة أو في نفس الجامعة تعطي لها التحديثات ولا تستغل من قبل أشخاص آخرين. وأنا بدوري أردت شرح طريقة إيقاف هذه الخدمة في نظامك حتى لا تستغل شركة مايكروسوفت الإنترنت لديك وصبيب الإنترنت لديك، وتستطيع إيقاف هذه الخدمة والتمتع بالإنترنت ويعني يصبح لديك أنت فقط ولا يستغله أحد. فلهذا لا تعدوا كثيرا وابقوا معي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذن أولا تنتقل إلى قائمة إبدأ أو ستارت وتختار الإعدادات، بعد ذلك تنزل إلى الأسفل وتختار التحديث والأمان، بعد ذلك تظهر لك في الخيار الأول Windows Update، تنزل إلى الأسفل وتختار خيارات متقدمة أو Advanced Settings إذا كان حاسوبك أو الويندوز الذي قمت بتنزيله باللغة الإنجليزية، تنزل إلى الأسفل الآن وتختار اختر طريقة تسليم التحديثات. كما ترى هنا هذا الخيار ستجده تلقائيا مفعل تشغيل، هنا ستضغط على إيقاف التشغيل حتى يتم إيقاف استغلال صبيب الإنترنت لديك من قبل شركة مايكروسوفت وتحديد الحواسيب الأخرى في كافة أنحاء العالم على حساب صبيب أو قوة الإنترنت لديك. بعد إيقاف هذا التشغيل تقوم بإغلاق الإعدادات وانتهت العملية بنجاح. إذا كما رأيتم مشاهدين الكرام يجب عليك إيقاف هذه الخدمة لكي تتمكن من الاستمتاع بصبيب الإنترنت لديك ولا يستغل من قبل شركة مايكروسوفت. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك أسفل الفيديو، كذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الشاشة على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة hhw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.